ده اللي لعبت عشانه الكورة، ومش مستعد أبطله حتى لو معنى كده إن هخسر الكورة وأنا برقص اتنين. وبما إني فقدت الكورة دلوقتي وقدامي وقت طويل جداً لحد ما أرجع للدفاع، فخلوني أحكي لكم حكايتي. قصتي ممكن تكون تقليدية للاعب برازيلي، طفل فقير بيلعب في الشوارع، أحلامه كبيرة جداً، أكبر بكتير من إنها تتحقق، أو على الأقل ده اللي كنت فاكره. مش هكلمكم عن كفاحي في قهر الصعاب، أنا ما كنتش أكتر شخص مؤثر في حياتي من الأساس، لأن الفضل كله بيرجع لشخصين، أهمهم جدي. جدي كان مؤمن بيا أكتر ما أنا مؤمن بنفسي، عشان كده كان مستعد يعمل أي حاجة عشان أروح للتدريبات، وكل ما كنت بلعب أكتر بثبت نفسي أكتر، جدي كان بيضحي أكتر. في يوم ما كانش معانا فلوس، راح بار قريب من البيت ومعاه عملة معدنية واحدة في جيبه، قال لي ادعي إننا نكسب، وحط العملة في ماكينة الحظ وراهن على إنها هتجيب صورة كرواتيا 3 مرات. يومها كسبنا فلوس أكلت بيها برجر ورحت بعدها التدريبات، وكل ما كنت بلعب أكتر بثبت نفسي أكتر، جدي كان بيضحي أكتر، لحد ما باع عربيته الفولكس فاجن عشان يضمن إن أقدر أكمل وحقق له حلمي. وفي يوم من الأيام، وبسبب إن المدرب كان مخليني احتياطي دايما، كنت هدمر كل حاجة وقررت أبطل كورة. جدي اتصدم وبدأ يعيط وصرخ، بعد كل اللي عملناه، بعد كل معاناتنا، أنا لسه عايز أشوفك بتلعب في المراكانة. أكيد أنتوا دلوقتي عارفين إن سمعت كلامه، وعلى الأرجح عارفين إن لعبت في مراكانة فعلا بعدها بسنتين مع فريق فلومينينسي، وجدي كان في المدرج، حققت له حلم من أحلامه. أما اللعب لريال مدريد، مجرد الانضمام لي، فكان تجربة خيالية. ما كنتش مصدق إن حمدي فعلا حتى لما حطوا العقود قدامي، ما كنتش مستوعب إن عندي 18 سنة وبقابل نجوم العالم. الموضوع جوه دماغي في نفس صعوبة مقابلة السوبر هيروز، بالذات روبرتو كارلوس. ما كانش بالنسبة لي مجرد قدوة، كان إله، ولحد النهاردة مش مصدق إن روبرتو قال لي إني أحرف منه، رغم إن كنت فعليا جاية نفسه على مركزه، لكنه كان نبيل جدا معايا ودعاني لبيته في أول كريسمس ليا في إسبانيا. وفي النهاية روبرتو كارلوس بقى صديق مقرب أكتر منه إله. في 2014 جدي كان مريض جدا، كان عايش الشهور الأخيرة في حياته، وقتها جات لي فرصة رسم بسمة أخيرة على وشه، الفوز بأبطال أوروبا. لكن للأسف أكتر مباراة كنت منتظرها في حياتي النهائي ضد أتلتيكو، كنت احتياطي فيها، كنت غضبان جدا وشلت طاقة كبيرة جوا نفسي، لحد ما دخلت في الشوط الثاني، راموس أنقذنا وسجل التعادل، وأنا خرجت كل الغضب والطاقة اللي جوايا، قدمت كل ما أملك وسجلت الجول الثالث وعوضت جدي عن العربية الفولكس. دي كانت آخر ابتسامة شفتها على وش جدي قبل ما يتوفى، قبل 3 أيام من خسارتي وخسارة البرازيل كلها 7-1 من ألمانيا. في بداية كلامي معاكم قلت لكم إن في شخصين أثروا في مسيرتي، أكيد استنتجتوا إن الأول هو جدي، أما الشخص الثاني فهو أي شخص بيقلل مني وبيساعدني إن أحفز نفسي. قبل نهائي أبطال أوروبا 2018 سمعت تصريح مستفز من لاعب ومدرب سابق في ريال مدريد، نصحني إن أشتري صورة محمد صلاح وعلقها على الحيطة وصلي قدامها يومياً. بعد مسيرة 12 سنة وثلاث ألقاب في دوري الأبطال، الشخص ده قلل من احترامي، كان هدفه إنه يحبطني، لكن على النقيض إداني دوافع كبيرة جداً. أثناء الماتش وإحنا كسبانين وبعد ما صنعت هدفين، افتكرت التصريح وضحكت وشكرته في سري على الحافز اللي خلقه جوايا. كل لاعب مننا سواء أنا أو صلاح بيعرف يطلع أكتر من اللي جواه لما بيلاقي التحدي، أو ده اللي بيفرق اللاعب العادي عن اللاعب الناجح. شكراً لكل شخص في حياتي تحداني، شكراً للي ساعدني بقصد أو من غير، وأكيد شكراً لزمايلي في الدفاع اللي مستحملين نزواتي الهجومية.